سنة جديدة وأحلى سنة، والكل جديد على الشباب والرياضة، والكل سعيد الفرحة حلوة والهنا على عام جديد. أنا لا استخبى ولا اختار ولا عاشر الناس الخسارة، وادي الشباب متحضرة كبير وصغير وتجارة، مصر أم الحضارة، شرطة وجيش ويا إدارة. واليوم ده عيد صباح جميل للدكتورة نادية النشار، يا نادية تنسي المعلومة، وانت الأزهر ومستمعينك يدعونك ليل ويا نهار. صباح الفل وسنة سعيدة على حضرتك وعلى أهالينا في الوادي كلهم. الله يبارك لك يا فندم. شكرا.